بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج في الصميم، حلقة ضمن الموسم الجديد الذي نحاول فيه أن نستضيف قادة الفعل السياسي في العهدة الرئاسية الجديدة، نستنطق مواقفهم من ما بعد الانتخابات ونستشرف رؤاهم للمستقبل. يسعدنا أن يكون ضيفنا الليلة الرئيس برام الداه عبيد. مرحبا سيد الرئيس. مرحبا سيد. هذه رابع مرة تشرفونا بمشاركة في البرنامج. البرنامج يستعد الآن لذكرى 11 لانطلاقتي. مرحبا بكم. الانتخابات التي تمت قبل فترة وجيزة، هذه ذات الانتخابات الرئاسية تشاركون فيها، لو طلبنا منكم مقارنة بين هذه الانتخابات بالنسبة لكم، ثالث مرة تشاركون وأول الانتخابات، ماذا تقولون؟ أولا وقبل كل شيء أنا مهنئ برنامج في الصميم والقيمين عليه وشخصكم الكريم وقناة المرابطين اللي كان عنده أداء كبير تأثيره جيد على الساحة السياسية والإعلامية، قل نظيره. مهنأكم مناسبة ذكرى للحادية عشر. ما يخص بسؤالكم، أنا مشاركتي واسعة عنها، أبصم عليها الشعب الموريتاني أنها مشاركة جيدة، أنها مشاركة مقبولة، أنا مشاركة مملة من مركز النزاهة، من مركز الشفافية، من مركز مملة الاستناد والاعتماد على الصراحة مع الشعب في المواقف وجميع الميادين، والاعتماد على اللي عاطية الديمقراطية بدون تجاوز شور لي والله كسر أعناق النصوص والله الأعراف الديمقراطية. مشاركة فيها تربية للمواطنين وفيها تربية للطبقة السياسية وفيها تربية للنخبة، إياك النخبة تقبل الاعتماد على القانون، القانون وحده تقبل الاعتماد على الموارد الطبيعية للرجل السياسي والله المجموعة السياسية، وتعتمد مولي على الصدق مع المنافس والصدق مولي مع الموالي. التربية حقيقة وحكمة به اللي مد ما يقابض المال العام ولا يمهد أحد بالتنقاز ولا يمطمع أحد بالطلوع ولا يمطمع أحد بشي من أموال الدولة تنعطاله، ومع ذا ماشي وماشي تتقدم. وتربية قاع للناس اللي مسقمل ما عدد شي مذا من الأطراف السياسية الأخرى اللي ماشي وتعدل السياسة ولهم عدل التجاوزات الكلتساك اللي عدلهم لها النظام والأحزاب اللي مع النظام يا غير عرفوا ما اللي زادهم وذوك عن منهجيتهم عن لابداهم المزيد من الصراحة مع الشعب والصراحة مع الذات وعن العفة عن المال العام وحدها ومنازلة النظام وحدها قبيض من المواقف اللي أبدا مملي متعود معاها منهجية أخرى تعني التنازل وقت التنازل والمهادنة وقت المهادنة والشدة الكساوية وقت الكساوية. قلت أنا تجربة تقدم، هذا فعل المعطيات دولو واضح، نتائجكم 2014 جاءت نتائجكم 2019 أفضل منهم، جاءت نتائجكم 2024 أفضل منها، لكن في المحصلة
يبدا عن برنامجكم ما فات اقنع اغلبيه المجتمع راكم عرضتوه عليهم ثلاث مرات ما فات خطروكم انكم تعودتوها من الرئيس تعودوا في المرتبه الاولى شنو هي الدروس اللي تستخلصوا من هذا انكم تعرضوا برنامجكم ثلاث مرات تقدمتوا صحيح يا غير ما تقديتوا تقنعوا اهل موريتانيا لا قنعنا اهل موريتان ومشاو معنا اهل موريتان وخطرونا اهل موريتان انا ماشي لكرعيه ما عندي موال الدوله ولا عندي عتاد الدوله ولا عده الدوله ولا عندي نعريس الدوله ولا معايا رجال الدين ولا رجال الاعمال ولا رجال الامن ولا رجال الجيش ولا رجال السياسه ولا رجال تريزور ولا رجال بنك سنترال ماشي تو معايا لا المقول ولا في شيء قطعا مستهلك برك ما في شيء جاي في مرجان حد ولا في شيء جاي في كنت حد ولا في شيء مطري لحد شيء ومع هذا ماشي معايا الناس متقبلته وهذا اللي يخلق من الانتخابات كان لانا يوفو انتخاب ينقال بيراموفو بيراموفو ذي المعتمدين عليه ما نعرف شنو وش كان قاع عني وفيت بغير تم يا غير انا ظاهلي عن لوفو لا النظام ولو ياسر وافي يا غير ما بي يوفو بصفة متطابقة بصفة ديمقراطية بصفة سلمية بصفة شرعية وبصفة قانونية نعم بعد حنيني. الانتخابات شاركتوا فيها حنيني. كل مرة تختاروا أغلبية الموريتان لا لم تختاروا أغلبية الموريتان مقتنع النظام من عند ألفه إلى يائه من عند رئيسه إلى آخر تحتاني رقاج فيه كلهم مقتنع أنهم هم ناجحين بهم الأسلوب اللي قبله والأسلوب اللي قبله واري للغبي أنهم ما قد يعودوا ناجحين به اللي مد ما قد تنجح لين تحضر الأحزاب المنافسة رئاسيا ومد ما قد تنجح لين تحتكر اللائحة الانتخابية وتدير فيها الأموات والأحياء وتعود هي وحدها اللي تدير فيها وتقلع حكم وخصم مد ما قد تنجح إلين تعود تحول الناس للتواقط شور المدن عشرات الآلاف من الناس في المدن وحولوا أساميهم شور الريف والأماكن الوعرة اللي ما فيها ساكنة ولا فيها مقومة مكتب انتخابي بالشروط القانونية ويعودهم 10,000 و3,000 و4,000 و7,000 تزرق لهم 20 رقاج و100 رقاج في خانة واحدة خانة الرئيس مكتب مركز فيه 3,000 والله فيه 7,000 والله فيه 8,000 يعود مركز كامل متوافقين الناخبين فيه كامل الحي منه والميت فيهم الاموات سيد الرئيس هاي حنيني كامل دخلت عليه لا حنيني حنيني كامل دخلت هاي حنيني حنيني جاتك الفكره دخلت حنيني موفي الفكره قبل ذاك اللي نجاوب عليه النقطه اللي نجاوب عليه حنوفي في الفكره مد قالبها المنازله في المدن قالبها تنازل بسيني شفافه تنافس الله بسيني منها هي وتسمع لها وتزور لها ما يتاكل على السيني وحدها التزوير لا بد من تقبض الافراد الامنيه ينخترو لكل مكتب يعودوا هما وافراد من السنه من خترين من الصميم الناس اللي مكلفه بالتزوير تعود هي اللي شارفه على التزوير وتعدلوا هذا واهم شيء اطمن ذا الفضة كامل مجفع على كل معارض جاد وبالمليارات تنعطال المرشح النظام هذا حنيني حني شوي لا اللي هو في هذه الفكره ومع هذا كامل مع هذا كامل اكبر خط حد في النظام من يبقى وحده ويتلي يتكلم
باش يقنع الناس تمشي اللي قليله اللي تمشي معاه يقنعها بروايه واحده. اذا الناس قالب انقلبت والله ما انقلبت هي اللي تقبض السلطه هي اللي تنجح. عودونا معاه هذا يقوله الوزراء يقوله الموظفون السامون يقوله النواب اللي من النظام يقوله رجال الاعمال يقوله رجال الدين كامل منهم استخلى وفلش وعاد وحده يقول هذا اللي ينعدوا معهم اللي يقلبوا بلي لا ينقلبوا اللي ينجحوا واذا ما انقلبوا اللي ينجحوا ينجحوا روسهم معناها عن هذا هذا دليل سواء عن دخلنا على هذا هذا كامل دخلنا على اللعبه كامل اللي ذكرته ورا ايه من 92 ايه هو يخلق ايه اقول الحال انا افتح معكم لا ملف من عند 2014 به اللي صار اللي شاركتوه والله تفضلوا هذا كان يخلق ايه انتم تدخلوا عليه للانتخابات اللي عقبها النظام مستعد راح لكم سؤال عن نتائج بتعترفوا بها ولا لا مسار اللي سبقها تشاور كنتوا شركاء فيه لا سني لا ليس صحيح ليس صحيح الحلف الداعم لكم ليس صحيح ليس صحيح ما لنا شاكين شو ذي الخلق من التجاوزات اللي نتيجه هذه هي أن عادتهم حكومة ما هي شرعية ولا مقتنع بها حد وأهلها ما مقتنعين بها وفهم رئيس ما هو شرعي في ذهن حد ولا مقتنع حد عنه شرعي يا غير الناس لا بد من تقول عنه شرعي ياك تسلك روسه وياك تشارك وياك تستفاد شرعي هو منتخب بنسبة لا لا الانتخاب قلت لك في المقال كله ماني راجع له المهم أنا نحن داخلين عليه بعد أنا برام دابيد والناس اللي معايا مناضلين سلميين ما قد قررنا أن ينعدوا الكفاح المسلح وذا قرار حد قبضه يلا يبتن عليه عمل آخر ما هو ذا العمل عندنا حين مبتني إلى عنا مدة سلمية وذا اللي شاركوا في المشاركات اللي نعدلوا فيها قدر من التربية للناس لو كنا احنا ما شاركنا النظام مو محتاج للتزوير ويعود ناجح باللي ما عنده منافس يا غير اللعبة اشتدت المنافسة وعاد جدية وعاد حقيقية وتمس الوجع وتقص الوجع كيف ذي نعدلنا احنا تظهر حرارة النظام وتظهر عورته في التزوير وفي قلت الشرعية اللي ظاهرة لك الناس كامل في الداخل وفي الخارج وهذا خطوة مهمة قيادة الموريتانيين شور تغيير سلمي ديمقراطي ديمقراطي لابد أن تطبب عليه الناس هي تضحية من نحن نحترق نحن من أجل إضاءة الطريق للناس الأخرى غير سؤال كذا ما تجاوبت عليه أن شاركنا في سيني ودخلنا نحن ما قط النظام قبلنا نعودوا شرعيين ولا قط قبلنا نعودوا شريكين في الحوارات السياسية المكلفة بإعادة تصميم الهيئات الانتخابية كيف سني وكيف اللائحة الانتخابية قط خلقت محاولة واحدة عدلها والغزواني وعدل حوار عن ما فيه تابو ما مقصي منه حد ولا مستبعد منه موضوع يا غير عقب انكسر الرئيس كسره والجناح الظلامي اللي هو المسيطر وردوا عنها وفرض عليه يسوع نحن من الحوار وعزلوا الجناح الظلامي عن طريق حنين شوي عزلوا عن طريق وزير الداخلية اللي هو رأس الجناح الظلامي عزل أرواقيش من الطبقة السياسية هي اللي عدل بها حوار على مقاس النظام وتزوير النظام وسن النظام وذلي دور النظام يقولوا هم عنكم انتم في المعارضه واطراف اخرى في المعارضه ديك الساعه منين شافت هاك التشاور ما هو ماشي في اللي همه عنكم تجيبوا شي من الشروط تجيبوا امور ما اي شافتونا اي شفناش اللي قال النظام ديك الساعه التشاور اللي قبل توقف قالوا لان في بعض الاطراف في المعارضه كانت مشاركه قال انا شافت الامور ماشيه في اتجاه ما هو اللي همها
معناتها تجيب اشتراطات جديده وبالتالي حملكم مسؤوليه. لا حنيني 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 لوك بواق النظام حنيني لوك بواق النظام معرفه يقير تندموا عليها ضرك باللي عقبوا صاموا عام وفطروا على جراده باللي النظام قد ما كافلهم ومن عن هو من المعارضه وحملونا نحن وتواصل عن نحن هم اللي مفشلين النظام فشلنا باش النظام قال عنه مو مستبعد طرف من الحوار وقال عنه مو مستبعد موضوع من الحوار معناها اي موضوع اللي نجيبه نحن يعود مكان وقال مو مستبعدين اي موضوع احنا ما زدنا على المواضيع اللي كانت مطروحه والنظام هو اللي حرم العمل فات طبيه لذن من بداية التهدئة اللي عدنا احنا معاه بالأحزاب بحزب الرق المو مشروع وأحزاب أخرى التشاور اللي خلق عقب ذاك أولا في الكتل اللي دعمتكم لا ليس صحيح حزب الصواب حزب الصواب مش حزب الصواب ما هو مسودي معانا ولا أنا مسودي معاه خالق شم الأمور متوافقين فيها نشوفها في البلاد شم الأمور ما أنا متوافقين كنا عنده فيها رأي حزب الصواب عنده رأي عنه يلا تم عن النظام في ذاك التشاور ونحن بالنسبة لنا قلنا عن التشاور أنه كارثة على المعارضة وعقب حزب الصواب عرفه وعرفوا الأحزاب الأخرى بيعقبوا عاد بيتظاهروا هون ورا الانتخابات التشريعية والنيابية والجهوية ويقولوا عنهم التعب فيهم وعقبوا بعد عقبوا صاموا عام وفاتروا العشرة عدوتوه مع غير نحن قلنا الفوق عنه النظام من النتائج الكارثية اللي كانت عند الحوار العدل والحويرثي في وزارة الداخلية تنبأنا بها وقلناها وقلنا عنها تخلي وعقب تخلي تعطيته بعد ما مخرجاتها ودون اللي فيها دون اللي فيها عندكم حتى تسكيات كيف نعرفوا تسكيات تسكيات عندنا فيهم الحق حنيني حنيني تسكيات عندنا فيهم الحق ولاننا مخليينهم التسكيات هم اللي من خلالهم يشاركوا في الانتخابات ونوصول الجماهير ونوصول الرأي العام ونبرهنوا على هزيمة النظام كيف برهنا عليه هذه المرة التسكيات عندنا فيها الحق الموجب ما نقبضوها بيدي نحن لو كان مفتوحا لو كانت ما مقفولة عنا الديمقراطية ظلما وتعسفا وخوفا وجبنا منا حرموا حزب الرق كنا لين عودوا عندنا ياسم العمد ولأننا محتاجين تسكية عند حد يغبنين عاد هما حرموا علينا نقبض العمد بالطرق الشرعية ليك الطريقة اللي هما اللي نقبض عندهم بها العمد طريق شرعي به للعمد ما قال عنهم يا الله يزكوا لا حزب الفلاني والله الحزب الفلاني والله المرشح الفلاني والله المرشح الفلاني هذا مو في القانون ونحن قابضينهم وقابضينهم من دون قيد ومن دون شر معناه عن ما فهم اي بند من بنود الحوار نحن موافقين عليه طيب. يا غير مولي اي خطوه نقدو نحن من خلالها نوصلوا للشعب ونوصلوا للراي العام ونقدموا الديمقراطيه ونقدموا خطابنا ونتمدد تحضيرا للفتح يوم الفتح الذي سياتي يوما ما وسننتصر وسنصل الى السلطه ذاك طيب. يلا انتم لا ماشي الانتخابات خلقت عند الرئيس وفيه مرشح رشحته السلطه اللي هو الرئيس محمد الشيخ العثماني برشو 50% وفيه انتم جيتوا المرتبه الثانيه جابرين 20% وهذا واضح انه في فرق كبير معني في المرتبه الثانيه هو ما اجبر 56% ولا اجبر شيء ينشحه هذه عمليات تزوير واضحه خارجه عن القانون عمليات اجراميه ضد الشعب الموريتاني عدلوها أباطرة النظام وأباطرة الحزب الحاكم والأحزاب الموالية نفخوا المكاتب بصفة غير شرعية هما تآمر بينهم عسنيهم هما وبينهم قوات الأمن اللي في المكاتب اللي متوافقة معاهم وبينهم مع الأحزاب اللي متآمرة معاهم ولا فم أي نجاح لهذا الرئيس هذا كنت تقولوا تدحضوه بحدا مسألتين حسب اللي يقوله المتابعين وحده تجيبوا محاضر تثبت عكسه محاضر معرفه وحده تعدلوا وطعن قدام المجلس ما نعدين طعن نحن حنين هذا رئيس هذا المجلس الدستوري ورئيس ثاني معرفه عنهم
من ساعة دخلوا الإدارة، من ساعة دخلوا السلطة، من ساعة دخلوا التوظيف، وهما أداة الأنظمة الفاسدة والظالمة والتعسفية يعدلوا يقوموا لهم بالمهام القذرة. ونحن ما نقرمصوا الأحجار، نحن ما نكتبوا الماء. كلام تين متن منه سرقة إرادة الشعب الموريتاني وضربه في الصميم وإخضاعه بالزور وبالكذب الحكامة مو منتخبها. احنا ما قطعنا نقول مو الحق. ما يشتغلوا حدهم سيني مؤسسة في لا حني لا لا هو نظام واحد لا دستوري مؤسسة وفي لا لا ما هم أي مؤسسة تجارة القضية لا ما هم أي مؤسسة، هم انتقاء للناس اللي تخضع للملاءات اللي عند الكسلاء والمفسدين والعاجزين عن الوصول إلى قلوب الشعب والوصول إلى قبول الشعب، اللي هم اللي متحكمين في سدة الحكم وهم اللي يسيروا هذه الهيئات بصفة مزورة. معناها أن نحن أننا طاعنين فيهم، وهذا أنا ذبته بالمحاضر، محاضر هيك هي ذابتة روسها ونحن وضحناها باسم حالة بريدة ما ساكنة 100 رقاش يصدر منها 3000 و4000 و5000 ناخب كاملين زاقين منتخب واحد، كامل صوتين في خانة واحدة، كاملين ما تقيب منهم حد ولا مرض منهم حد ولا أقلاط منهم حد يصوت المنتخب ناخب أخر. وباسم حالة البريدة فيها الحياة فيها الناس فيها النخبة فيها الوعي مهزوم فيها النظام متقهقر فيها. صرت له عدد محدود من المحاضر لا 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 محاضر كامل لا لا تكفي لا ما حنين هي كافي هو الكافي من إدانة النظام وإدانة سيني وإدانة المجلس الدستوري. المحاضر ناشرة سيني من راسها إلى موقعها ويا تعدل فيه إذا واضح. إذا بعد كل حد جاد لي أنا نبقي الموريتان يتأكدوا من الرواية. هو 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 الديكتاتوريات في كل بلد ويقولوا الغرب مع الغرب مع مع مادة كان مستتب لها الوضع مع الغرب يسوى تقتل الناس تذبحهم يقير منين دور عليها الدائرة. هم هو اللي يعرفوا أنا ما كان معهم حد. الناس كانت به اللي هذا ما اللي يقولوا حدين عنه لا كلام حدنا غلبته لا حد عادة يشارك بالانتخابات ومن ما ينجح يقول انا ازور عليه. لا لا مو كلامه كلام النظام من راسه. النظام من راسه الناس اللي فيه والناس الكبار فيه هي اللي تقول وتشكل الناس وتعبئ الناس وتديرها في زرورتها. لا تقول لها عن ذا نحن ما نحن نعرف عن ذا الكذب يا اخي لين ما نعود فيه. لا هو القالب اللي يقلب اللي هذا اهم ياسر من ما هو حق. نحن ما عندنا احنا ما عندنا طبعا الناس اقتنعت توف عن الرئيس انجز ما هي مقتنعة به وانه يستحق ولذلك صوتت له. حتى انتم قاعد في المعارضة ياسر منكم خلال 5 سنوات زكيتوا الرئيس ومشيتوا معاه واعتبرتوا انه عدل الانجازات. لا حبيبي عن الطريقة اللي قنعكم انتم لا لا قنع بهم لا 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 مو لا مو صحيح. الناس مين مقتنعة نحن ذيك الساعة عدلنا محاولة هي اللي يلا نعدل. انتم يلا تعرفوا ان احنا قلنا لكم أن ما أننا حاملين السلاح ولأننا معدلين ثورة مسلحة وثورة قاع ما هي مسلحة. إحنا مواسين عنها تعطي نتائج عكسية للوطن وللشعب ولأننا مدعين أننا نقدر نعدلوها قاع. يا غير نسبة فت العضد في هذا الشعب ما مخوله المدة عنها تظاهر قاع. ما زالت الناس القدرة على التظاهر في الشارع وتلقي الضربات التعسفية من الشرطة والقمعية من الشرطة هذا شوي من الناس واللي قد يعدلوا. انتم تدورون نحن عندنا من الهامش لا المناورة من يوعى الشعب ويعود قد الشعب بالآلاف يوقف في الشوارع تسقط الحكومة في نهارين يا غير التنية تؤذي الشعب. أنا لين ندعي المظاهرة ما مرخصة اللي تجيني 500 رقاش
لا أقل لا أكثر، ولين يبدأ الخبيط لين يمشي نصها ويصمد لا نصها، ولين يخلقوا الاعتقالات اللي يصمد في المعتقل نص ذاك ونص آخر ينكسر. هذا مو واحد معنين عود عندي مهرجان مشرع قد جيها 40,000 و100,000 حق عندها ما شاء لك رعيها ونافقة فوضتها بالمهرجان ياك ينجح. ما هو واحد مع عنيانة من نعود منادي الاعتصام فيه ديزوبيسان سيفيل ينقالها عصيان مدني قد جيني 1,000 تم تتخلص لين 300 يا غير منين ندعي للناس تزرق لي الناس تقبل فوضتها وتاتها وطعامها وتصير بها على روسها وتزرق لي منها قالوا هما 220,000. هذا مو واحد معناه ان هذا لا يدل على النسبه اللي جبرته. انا ما يبعيد بالنسبه لي مستعده تضحي معاكم حسب تفسير يقول قايل لك انا على النسبه بعد خطره الرئيس انا لا ما هم نسبه خطره الرئيس الرئيس ما خاطر حد الرئيس الناس ولو الناس اللي قبضوا جماعة النظام سولوا للرياض سولوا الوزير الأول الحالي وسولوا وزير المعادن الحالي خلق لهم في الرياض الرياض عدت لهم 25,000 رقاش ذوك كلها مكركب راس أنهم هذو زارقين للنظام وأعطوا عدلهم اللوجستيك الناقل وذا كامل يلا يعدل وانت معمولة يلا تعدل يوم الزرق ذا كامل وعدل وجاو وزرقوا ذاك الجا منهم يغير ذاك زمنهم سيزرق لهم منه زرقتهم منه 5,000 زايدة ونحن جبرنا 11,000 زايدة من الاف دين حد بوته ولا رالة ولا شريط الناس اللي عندهم هما هي اللي تزرق لنا احنا ما انا عن رئيس انا تمون النواب اخبار الرياض غير الرياض ما هي موريتان موريتان دار مثل انا ماني انا موريتان الاخرى موريتان الاخرى وهاو نقيسوها طيب الليلة وهاو نقيسوها رئيس الليلة يا قعد فهمت كلامكم واضح الليلة بعد شهرين من الانتخابات انتم معتبرين عن الانتخابات خلقت ما انكم متابعين ان الرئيس نجح فيها بطريقه شرعيه لا شاكين بشرعيه بس بحاله يا ودي زدتوا الليلة مسكين هو من راسه مو مقتنع انه ناجح فيها شرعيه والناس ما هم مقتنعين به انا ما نقدر بلي رويالز كلروا ما نقدر تن ملكيه من الملك انا اللي نقول لا شيء لا يبقى حد مع راسه في بيته يروح يلقى الحق ويرى هو عنه حق ما هل الله شرعي انت اسمه شرعي ما هو شرعي طيب هذا يوصلنا يا غير حنيني مو شرعي ذيك هو مو شرعي ولو ناجح بالكرات ولو ناجح بتصويت الجماهير يا غير ما العمل ورك ما كنتم تعرفين بشرعيته هو المجلس الدستوري على الشرعيه المجلس الدستوري من راسه مو شرعي لا جال القانونيه وفات ما عن حد فيه هذا ما عنده قيمه محاضر لتثبت النجاح ها ما عنده على كل حال انتم هذا ما عنده قيمه كامل به اللي المهم الشرعيه عند المواطنين والشرعي المواطني كان موالي منهم والمعارض وانت تعرف منين تبقى مع حد منهم يسوى موالي امتى الموالات والله معارض حنين امتى المعارضه منين يعود هالموالات مو قدام شاشه التلفزه والله قدام مد خايف انها تلحق عنهم يقول لك عنهم مشاركه خطا النقطه عندنا عده محاور ايه عقب الانتخابات خلقت احتجاجات وهي الاحتجاجات اعتبرت السلطه لانها كانت احتجاجات عنيفه وانا خلقت فيها ائتلاف ممتلكات مواطنين واتهمتم ما اقدر اقول رسميا على كل حال تلميح بعد رسميا وزير الداخليه رسميا تلميح مع قريب من التصريح هو تصريح عليكم وهو اللي وراها وعلينا معاكم قوه متطرفه وقوه عنصريه انتم قلتوا عنكم سلميين وقلتوا عنكم ما دور الثوره ذي اللي خلق صار شنو؟ ذي اللي خلق لهم نقول لكم ودور قعدتوا تعرفوا كامل الناس كامل تعرفوا غير بعد لين العلو هوناتية اللي خلق عن النظام فشل في تعداد انتخابات شفافة وفشل في تعداد تزوير يقد ينطلي على الناس في الداخل والله في الخارج ورفض الشعب رفض بات واسع هذا التزوير
وهذه النتائج يقير الشعب الموريتاني مسالم وما زالت سلميته هي اللي مستثمرين فيها المفسدين والظلمة والمزورين هم يتموا يستغلوا سلميته إياك يتموا يزوروا إرادة الشعب وهذا من انعدام الرؤية وهذا من انعدام الرؤية ومن نقص متين في الضمير به اللي ترواب الفتنة والتحضير لها به اللي إلين يعود طيبة المواطن الموريتاني تستغل من أجل إذاؤه والمزيد من إذاؤه معناها عن ليتلحق فترة الانفجار هو يقول عنك متوهم هو اللي تحرض على الفتنة يعني أنا ذي يقولوا نعرف ذي الناس صار الفتنة ذي يقولوا نعرف على الشباب اللي مشاو واللي كسروا حسب اللي يقولوا هم وخسروا على أنهم خطابكم أنتم وخطاب الجماعة اللي معاكم عادوا قاعد أحيانا نقول عنكم أنتم خطابكم ما خاص على الشغل عنكم اللي عاطين مدفين والله مدفين بيكم واحدين أخرين قابلين خطاب خطاب متطرف لا كامل لا بنيات الطريق أنا واسي وقايلها لها الموريتان أن حد يدعي للفتنة والله ينظم لها والله مد كسرة الممتلكات العامة ولا الخاصة وعدلت شي خاسر القوة العمومية قوية ويالله تكردها ويالله تعرضها للرأي العام تعرضها للقضاء ويالله تعدلها محاكم علنية ويالله ينحكم عليها بدون تساهل وبالنسبة لي أنا منين تعود الدعاية اللابيران واقع له وصنبتشان واقع له وفلان واقع له ويعود مولي القضاة والنيابة العامة سلطة الاتهام ما يقابل الخطمة اللازمة ذا اللي قال وزير الداخلية يا الله يتبعوا تحقيق ويتبعوا الضرب بيد قبضة من حديد للعدالة على ذا اللي معدل هذا الجرائم اللي عاد بيرام اللي عاد صنبتشان اللي عاد حد أخر نعود الله حد دعايته يطلقها وزير الداخلية الضباط الأمنيين والعسكريين اللي متسيسين واحدين في التزوير والسياسة والمزايدات هذا حد أنه دعاية سياسية لو كانت رواية حقيقية يا الله تتلبها إجراءات قضائية ربما المئات يا غير وينهم منو حاكم منهم منو ما لما يحاكم ليش ينطرسوا هو حد قال عنه معتقل الناس عدلوا الجرائم ذا كيف ما الله ينطرسوا بدون عقوبة يقول المراقبين هذا السؤال بعد فرصة طرحت السؤال اللي ينطرسوا يقول المراقبين على عقبة خلقت اتصالات معاكم انتم وخلقت تفاهمات سياسية كذب كذب أنا قلت الفوق وقايلها التح عن حد كامل قال عنهم عبيران ومشى عدل أعمال شغب والله أعمال إجرامية لا يزيهم بها خير لا سمحوا له والله لا طرسوه نشيتكم شركة هيدي ما شرطتوا والله ما طلبتوا ولكم يا الله تنطلص لكم الناس ياك خطابكم يبدأ شوي لا 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 خطابي ذو بصيفته خطابي شطرال برام لا برام خطابي يقد يطرالو شي إلا في نطاق هدنة نعودها لين نعاون بها النظام نعاون النظام نرفض قدي من الهدنة الهدنة السياسية يا غير بداية الهدنة لا ما مطرسوا لكم الناس ما مطرسين ولي ما يقارب لهم جمل ولا يخلي صداقي الناس هلا نطرسوا ما عد الحد أعمال شغب لا في كيهيدي ولا في نواكشوط ولا في بيدوخة الناس بلاقها من متداول عند الناس ياسر من الفوكلات الناس تقول الناس هم اللي ما هي ناس قاع معروفة سياسيا المواطنين اللي عبروا بكل بساطة وبكل عفوية وبكل طيبة بالنسبة لهم بيرام هو اللي ناجح وشاعت بين الناس وخلقت خلقت مظاهرات فرح في المدن ما هي مظاهرات احتجاجية ولا هي مظاهرات تخريبية كذب كذبوه كل قالوها كلهم كذبتوزن ويعرفوها أنا خلقت ما خلق شغب ولا معدل شغب
ظاهره الناس وتشوف يا غير قالوا حنين خاطف نفس الوقت نفس الوقت في عده اماكن في عده حقيقي طبعا هذا ما يقدر يعود عفوي بالطريقه لا حنيني حنيني لا يبرهنوا عنه مو عفوي يكردوا المعدلين ويحاكموا ينحبسوا ويصدروا لهم احكام محاكمات علنيه ما لا ما تخدم ما هم حد معدل معنى هذا مو حق فرق الثاني هو اللي صحيح و اللي خلق انهم مد من النظام ظهر عليها وسات هي يعني قد يخلق تفاهم بين النظام وبيرام والكتل الداعمته هو اللي قرر ذيك الأطراف الظلامية من النظام أنا ولا بد من يعدلوا فعل يحول بين أي تفاهم في الفترة القريبة ذا هو الوساهم اتقلوا ياسر من الناس وقروا عنهم شو من الشباب في كهيدي اليافعين شو من الأطفال قاعد بيلقي منهم عنده 20 سنة هم قرعهم يقضوا عليهم قتلوا موتوا بطرقهم هم اللي قتلوهم بيها هذا الناس الحاكمين قالوا أنهم اعتقلوهم أنهم أوقفوهم أنهم توفوا اختناقا الموجب توفى قدام الناس لا توفي عبارة قتلوهم هاي اللي قلتوا قتلوهم ما أنت ما لا كانت هذا 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 مروق الموريتانيين بصفة عامة والسلطة بصفة خاصة من الحس القانوني والحس الإنساني أنت تشوفه دولة محترمة يقول حد أنا كرت ناس سليمة ولا يشعاشي وطاوا معي دقائق وماتوا اختناقا ويسلك بيها إذا حكومته طايحة متوادعة مع السلطة في دولة تحترم راسها تحترم القانون تعتبر عنهم كاترين اعتبر عنهم مقتولين قاتلين ذو الخلطة ودور يأزموا بها الوضع قاتلينهم وهذا القتل ما يقد من ملي أنه خطير أن ما هم أي تعاطف من طرف الدولة مع ذوي المقتولين وعن الدولة رفضت أي تحقيق أي تشريح ورفضت أي إجراءات مشات لهم تعازي وجاتهم وخلقت مواساة لهم من السلطات أنا مسؤول عن القانون والله لا عاد ذي طقوس التعازي وذي المراد عايدة بل القانون القانون مات له خالق ملي يلا تنقال طيب لين قدموا شور المرحلة اللاحقة الآن شكلة حكومة ولين شكلة الحكومة أنتم أشدتوا اعتبرتوا عنها إلى حد ما فيه شيء أنتم تستخدموا الليل استخدمتوه مرات الجناح الظلامي اعتبرتوا عنه فيه جناح تنويري اعتبرته إشارة أعطيته إشارة إيجابية لتشكيلة هذه الحكومة من درأي كان أن فهموا من هذا أنكم أنتم راضين لك عن الأداء اللي فات خليك بالنسبة للحكومة خلال الفترة اللي فات مشات منها نشرط وندير الكي مرات إلي باش أشت باش هم بعد جناح موغل في الظلامية يقير هم جناح يبقي عود مسالم يحاول يعود مسالم يحاول الدولة تعود مسالمة يحاول الدولة تعود متعقلة يقير ما التعقل وذيك المسالمة ما هي لاحقة درجة أن يعود جناح يدور لا القانون ويدور لا الشفافية لا يبقي توف الحكامة تخلق بقل ثمن من الدم وثمن من التعسف وثمن من الصدام خالقين وحدين كانوا يدور اعتقال بيرام وقبره وتغييبه وراء الانتخابات التشريعية ومشاو قاعدين اعتقلوه وداروا تهموا بقانون الإرهاب خالقين وحدين قالوا عن ذلك حنين حنشوف قالوا عن ذا ما هو واللي يلا عن بيرام قد ينقتل قتل آخر سياسي ما قالوا عن بيرام يلا يساند ولا قالوا عن بيرام ما بهم عزة بيرام ولا هم مع نظام ومع حق غير معاه بطريقة أخرى خارجين وحدين قالوا عن بيرام يلا ينخلق له ملف قضايا وترتفع عنه الحصانة ويغيب سياسيا نهائيا
ومع ذلك اللي يخلق من 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 تبعات ذاك الملف من شيء ما هو معلوم في موريتانيا قد يعود ما هو معلوم يقير خالقين وحدين قالوا لا نحن هذا الراجل لا تحبسوه غير نحن عندنا صيفة اخرى نقدو نحيدوا بها ونقدو هذا اللي نقول خالقين وحدين هاي خالقين وحدين قالوا امبرام يا الله ما ينعطاه قاع التزكيه ويا الله ينقضى عليه ظهرك يغيب سياسيا ومرق من الحلبه السياسيه خالقين وحدين قالوا لا اقل ثمن على الدوله انا تخليه يشارك يا غير انك تاخذ له طرق اخرى هذا جناحين تو انا قلت عن تعيين مختار الجاي وزير اول انها خطوة في الاتجاه الصحيح ما قلت الإشادة قاع والتذمين تقول الناس الناس اللي أثرها ما تعرف العربية والناس رها عجلانة والناس رها ما أنا ذا هو القد وعندي له تفسير عندي تفسير طيب لنرفع التفسير غير خارج المراقبين هم اللي يقولوا يعني ما هو لا القول يقولوا الفعل أي فعل لاحظوا لكم أنتم كانت في احتجاجات أولا على نتائج الانتخابات وعليكم عقبتوا الاحتجاجات توقفت وهذا أوله أنكم تقدروا تعودوا فرصة عاطية يعني هذا الجناح اللي تقدروا تفاهم معه وبالتالي السؤال هون هذا التفاهم اللي نقدر الحق بالنسبة لكم أنتم وفقوا شنو تفاهم لبناء شو استاكم وفيتوا من الاحتجاجات إذا ما في تفاهم لماذا فيتوا من الاحتجاجات الاحتجاج لابد من توه الشعب الموريتاني مو متحمل الاحتجاجات ما فات عاد متحمل احتجاجات في التقبيل يعني فوق يتمنى توقف قرار ذات لا ما تقدر تستمر الشعب الموريتاني انت كل نهار تعيط لهم كل اسبوع تعيط لهم عدوا الاحتجاج ما هم الشعب الموريتاني مو مستعد للمواجهه التقبيل مع السلطه العموميه في الشوارع مو مستعد له يا غير عيط يا غير ما أنا ديك الساعه ديك الاحتجاجات خالقه ديك الساعه تجي العشرات وتقبض من الشرطه القابضه وتطلس الطارسه وتحبسهم ثلاث ايام واربعه وخمسه وتطلس ونعلوها 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 ايوه معناها ما يقدر يستمر يا غير لو كان الشعب ماشي شو الاحتجاجات واقف فيها ومستمر فيها الحين انا نوقفوا احتجاجات ما تقدر تصير سيد الرئيس فيه رئيس عاد موجود وهذا الرئيس طرح قضايا مهمه طرح قضية الشباب وطرح قضية محاربة الفساد وهذا الرئيس فات عد المأمورية أثبت فيها لأنه خارج قضايا جوهرية كانت بالنسبة لكم أنتم قضايا الحقوق قضايا العبودية قضايا هذه يهتم بها وعدل فيها قضايا الإنجازات ليس صحيح مالكم ما تبنوا على ذا اللي فات عدل وتحوزوا منه ذا اللي قال أنه لا يعدل وتتعاطوا مع الأمور بطريقة مختلفة لا أنا بالنسبة لي الرئيس عدل ياسر من التعهدات في مأموريته الأولى ما خاض من زرهم ما عدل منهم شيء بل عدل العكس ما لهم هم يقولوا عنهم العبودية عدلوا فيها وعدلوا فيها العبودية في الزويرات والنامس أهم واحدة مرحلة من الحوض بعبيد عنده مشملها الخيمة بالزويرات وانكردت واعترفت واعترف زوجها وحاله يقير قامت السلطة الموريتانية وقالت أنا يا الله يندار فوته ويقيس وهنه مكامل في الحوض والقضية راهي لتم في المحكمة حنيني لا بتخل على كل حال لا حنيني ما خلقت أي دانة الدولة الموريتانية النظام والقزواني يلعب بالنار ويلعب مستقبل موريتانيا ومستقبل الدولة الموريتانية ومصداقيتها في العالم في تصرفاته الخطيرة مع حقوق الإنسان واسي هو أنا منين يعود يجمع جماعه هون رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوض حقوق الإنسان يجمعون مع شم السفراء وواسين عنهم إذا كافيهم وعنهم ليه يقبضوا رضا المجتمع الدولي عنهم يا الله يتموا يبطشوا في القانون وذول معدين حنين حتى الدورة البرلمانية اللي انتم لا يتجوها بعد يومين
جايبين فيه تطوير. ذاك جاي ذاك اللي نجي ذاك اللي نجي يا غير يا غير منه دقائق ما ياسر مثال عندنا قدر مشي يا غير لين نمشي بالعجله لين نقول لكم انتوا انا مجال حقوق الانسان اهم الاف الموريتانيين جاوا لامريكا يدوروا اللجوء يدوروا اللجوء عن موريتانيا ما هي دوله قانون وعن فيها انتهاك حقوق الانسان ممارسه فيها العبوديه ممارسه فيها التعذيب ممارسه فيها العنصريه ممارسه فيها منع كفت الحريات. الناس كامل يرصفوا الحيط في امريكا ما يجبر منهم اللجوء السياسي مو الموريتاني وحدهم ما يرتد منهم حد ينعطاهم كامل لجوء سياسي يكون ذلوا ينزلوا في تكساس. أنا امريكا بعد اعطاها تصنيف جيد لا ابدا موريتان ابدا لا 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 حني لا حني لا حنيني امريكا عاطيه عشرات ذيك تصنيف ذي اخبار قضيه تجاريه ما هي حقوقيه بحتي قضيه تجاريه ويدوم شوي بالحقوق ما عندها علاقه بالحقوق صميم الحقوق صميم الحقوق تعود التقارير يعني لا 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 نبدا نبغي نوضح الموريتاني نهارين انتم برلماني جايبين لكم احكام جديده جايبين لكم هذا الدليل هذا ابو مزروق المحاكم ابو مزروق تعرف ابو مزروق تعرف تعرف عندي دمقمل ابو مزروق المحاكم دليل على فشل المنظومه القضائيه اللي مواجهه الحقوق مواجهه هذه الجرائم شو ليه نقول لك عن فرنسا والمانيا وايطاليا وبلجيكا وامريكا وكندا الطالبين اللجوء الموريتانيين كاملين قبلوا فيهم باسم حاله تعود موريتان مصنفة عنها دولة قانون ويعودوا دول الأخرى اللي شركاها يستقبلوا فيها الناس يا غير ما لك تجبر سينيغالي ولا لك تجبر نيجيري ولا لك تجبر ذو الدول اللي مصنفين ديمقراطيين عند مسارة حق حق ما يستقبلوا حد لاجئ سياسي السينيغال قدوا يستقبلوا حد أنه هو مخنث والمخنثين عم يكتلوا في الشوارع في السنغال والله يكتلوا في الشارع السنغال باقي اللي يرد دقائق ولا ربعه هذه قضيتين كل مختار نسمع رايكم فيهم اهم ياسم القضايا مع الاسف ما قدينا انا صحيح كنت عندي قضيه الفساد الفساد وي كنت نختار نسمع منكم كلمه فيه خصوصا على ان فيه اشارات الان الرئيس قال انه ما في حد محمي وخلقت اشارات تدل على انه هو المحمي قاع المحمي قاع من الفساد لا الناس اللي في النظام والغزوان والمعينين ذي الحكومة كثرية المعينين فيهم اللي لا مفسدين معلومين الفساد والدليل عليها نحن شفنا ذلك هذا 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 ثم هذا قانون اللاغي اللاغية المنح في الجامعات الخارجية موريتانيا بلا جامعات هذا قانون خطير جدا بيضرب في الصميم البصيص بصيص الامل اللي كان باقي للشباب والطلاب هون في هذا البلد وبيه اللي الناس اللي في السلطه اللي ولادها تقرهم بالخارج من ريع الفساد وفلط الفساد ما انعذر ساد ابواب التكوين الحقيقي بيه لموريتان في التصنيف الجامعات في العالم موريتان قاع ما فيها جامعه سؤالين كلهم دور له واحد منهم دور له دقيقه واحد دقيقتين السؤال الاول قضيه المحيط حلف محيط الان في تحولات كبيرة في منطقة الساحل والبعض يقول ان احنا كوننا سلكنا من هذه الاضطرابات ان هذا مكسب لكم يا الله توما تعودوا مدركين له وتعودوا ما تجازفوا حتى ذاك من هز موريتان به اللي قد يخلق فيها هذا لا المفسدين هذا لا ظلام هذا لا الناس اللي كابتين الديمقراطية هذا لا ناس متمسكين بالحكم بالتزوير وبصيغة ما شرعية اللي ينهبوا مال الدولة هذا عن المحيط منين عاد ملتهب ولا بد من قوات امنيه وقوات مسلحه قويه يا الله يعود مثلا وزير الدفاع موريتان ما يلا يعود واحد فيه تعيين اولاده وترقيه اولاده يا الله تعود الترقيات في العسكر في الجيش يا الله تعود الترقيات عادله عين اولاده يا الله هو اللي قال لي
إذا نقول قالي وأكد لي يا الله تعود الناس الترقيات قال بصيفته لا من بشوفته ونشوفه ما مهم قاع كانت تخلق رواية تفرفر الأمور يا الله يعودوا هما قوات الأمن والقوات المسلحة يا الله تعود الترقية فيها والرتب والتعيينات فيها يا الله تعود عادلة إياك تعود الناس عندها قناعة بالمهمة المسنودة لها المهمة خطيرة اللي هي تعطي دمها من أجل الوطن من أين يعود الغبن هو السائد هذا ما هي أفضل وسيلة نواجه بها هذا المحيط الملتهب وراه مسلكنا من الإرهاب وذو الأمور مواسين عنه لا مسلكنا من مولانا وخرج إشار من الوقت عدنا يوفا الحقيقة حديثنا ما قد يوفا أنا يتحدث عن قضيتنا كاملة قضية فلسطين ثم كنتوا كيف الموريتان كاملين أدنتوا عملية الاغتيال اللي تعرض لها الشهيد إسماعيل الهنيه وواكبتوا الحقيقة هذه الجريمة الكبيرة اللي معدلين الصهاينة ضد شعب فلسطين من 11 شهر الآن أنتم رجل حقوق ورجل قانوني شنو شعوركم المنظومة الدولية والمجتمع الدولي والأمة المسلمة والعالم كامل يتابع الجريمة وخاذل هي الفلسطين وساكت عنه شعوري ب الإحباط الكبير من المنظومة الدولية وبالنسبة لي هذا هذه الجرائم المنقطعة النظير ما معدلينها الصهاينة معدلينها الحكومات اللي احنا نتعامل معها حكومات الغرب هي المغذية ومتنا ومحزمة نظام الصهاينة ما نقدر نتمون اسم إسرائيل والصهاينة ونتوقفوا شمال دول شمال أمريكا ودول غرب أوروبا هم المعتدين على فلسطين هم المعتدين على غزة وهذا نحن ما عندنا قاع الكلمات اللي نقدر نعبروا بها اتجاه العالم الثالث واتجاه العالم الإسلامي العالم الإسلامي مع الأسف الموجب مختار ولده قطع العلاقات مع أمريكا أثبت فلسطين عندنا كان قط سفير من سفراء الغرب وسدعة من أجل مساءلة عند واحد من حكام العرب والله حكام المسلمين أشار المخرج إلى أن الوقت انتهى هذه فرصة أجدد شكرا لكم فيها رئيس برام على المشاركة معنا في هذه الحلقة من البرنامج كان عندكم كلمة تختاروا وتختموا بها شيء لا عنا يا الله نحن المسلمين كامل ونحن الأحرار يسوى أعمالنا مسلمين يا الله نعرف عن إنسانيتنا لن نتداركها إذا لم نتدارك غزة وفلسطين إذن بهذه الكلمة المعبرة عن الضمير الموريتاني والضمير الإسلامي والضمير الإنساني نصل إلى نهاية هذه الحلقة وأجدد الشكر لكم للمشاركة معنا في هذه الحلقة من برنامج الصميم والشكر للطاقم الذي أسرف على إنجازها ولكم مشاهدينا الكرام شكر جزيل يتجدد إلى حلقة قادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته